بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبري من الشرك وأهله، فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ ماذا تعبدون في سورة الصفات؟ هنا قال ما تعبدون، أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ودعائها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟
أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون. فعند ذلك قال لهم إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين. أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير وتقدر فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها، لا أبالي بها ولا أفكر فيها. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وقال هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة، يعني لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها الله كلمة باقية في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها. تكرر قصص الأنبياء وتتابعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم هم الأسوة الحسنة له عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده في الصبر على الحق وبيان دعوة الحق للناس والتبري من الباطل مهما كانت الأحوال والظروف ومهما كان الثمن الذي يحدث، مهما كان الأمر الذي يحدث للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ يسألهم سؤال استنكار، ليس سؤال استفهام فقط، فإنه يشهد ويرى بعينه أنهم يعبدون الأصنام، ولكن ليثير فكرتهم لكي ينبههم على ما يستحق أن يعبد وما لا يستحق أن يعبد. وفي هذه الآية الكريمة هدم لكل رابطة غير رابطة الدين. قضية العبودية هي القضية الفارقة، هذه الروابط رابطة الأبوة والبنوة أوثق الروابط فضلا عما دونها من رابطة القومية والوطنية. هذه الروابط إذا لم يكن الدين معها لم تغني عن أهلها شيئا. إذ قال لأبيه وقومه، هذه الروابط تقتضي مزيد النصح، تقتضي مزيد الدعوة إلى الله والبدء بالاهتمام بالأهل والعشيرة والقوم في الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذه السورة: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهو يبدأ بدعوتهم إلى الله لأنه الأدنى والأقرب،
وهكذا كما يبدأ بالأقرب في الجهاد والقتال فيبدأ بهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالبدء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالأقربين، البدء في الدعوة إلى الله بالأقربين نسبا ومكانا ولسانا قومية أمر مشروع هو المطلوب، لأن هؤلاء أولى بالنصح. لكن أن تترتب على هذه الروابط علاقات المحبة والمودة بدلا من رابطة الدين وقضية ودون نظر إلى قضية العبادة، ماذا يعبد هؤلاء الآباء وماذا يعبد هؤلاء القوم، هذا هو الخطر العظيم. أعني أن هدم رابطة الدين من أجل إحياء روابط العائلية أو القبلية أو القومية أو الوطنية من أعظم المخاطر التي تهدد من فعلها بأنه قد فقد دينه في الحقيقة، أو فقد هويته، أو جعل حمية الجاهلية في قلبه بدلا من الولاء لدين الله سبحانه وتعالى. وهي قضية عظيمة الخطر. إبراهيم عليه السلام من عاد في هذه الآيات قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي الآيات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى كتعضيد وكتوضيح وبيان لهذه الآيات: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام في غاية البيان، وهو يؤكد على الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المسلم. جاء الإسلام ليهدم روابط الجاهلية ويحل محلها رابطة الدين. لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله سبحانه التي أصلها عبادته وحده لا شريك له. إذن السؤال الذي نواجه به الناس: ما تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ ليس كما يقول بعض المنافقين أنه كان مثلا لا يعرف دين شخص ما، ثم لما علم أنه يعبد غير الله لم يتغير نهائيا اتجاهه، وعلم أنه يدعي لله الصاحبة والولد فيقول لم يعني يتغير شيء على الإطلاق، ظللت كما أنا، نعوذ بالله. هذا حال من يسمع قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هل هذا حال من يؤمن بهذه الآية الكريمة؟ هل هذا حال من يؤمن بقول الله عن إبراهيم والذين معه: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ وقد يقول البعض: هذا إنما هو في المحاربين في الدين، وأما الذين لا يحاربوننا فلا نقول لهم ذلك، بل نستعمل معهم الحب والود، بدليل قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نقول: ما أبعد الاستدلال بهذه الآية على ما تريد. فإن إبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمات دون أن يجابهه قومه بمحاربة، دون أن يؤذيه قومه بشيء من الآذى. هو الذي ابتدأ سؤالهم، هو الذي كاد أصنامهم، هو الذي أراد وفعل أنه هدمها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، هو الذي ذمها وعابها وأعلن العداوة ابتداء ولم يقل لهم: إنما عاديتكم لما عاديتموني. هؤلاء ما طلبوا منه شيئا، هو الذي ابتدأ السؤال: ما تعبدون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ماذا تعبدون؟ هذه هي الأسئلة التي وردت في القرآن عن
قول إبراهيم هو الذي ابتدأ ذلك، ثم إبراهيم لم يؤمر بقتال، ليس من القائمين بجهاد اليد والسنان، لأنه لم يشرع له. أول جهاد باليد والسنان شرع لأمة من الأمم بعد نزول التوراة، أول تشريع للجهاد، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. فكان نزول الكتاب الشامل الذي فيه التشريعات التفصيلية، نزول التوراة، هو الذي شرع فيه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أما قبل ذلك فكان الله يهلك الكفار. إذن من بدأ العداوة؟ إبراهيم بدأ العداوة. من الذي أعلن المفاصلة والمخاصمة؟ إبراهيم الذي فعل ذلك. فهل يصح أن نقول نحن لا نستعمل هذه الآيات إلا مع من حاربنا في الدين، وأما من لم يحاربنا فنسكت عنه ولا دخل لنا به؟ نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال. نقول الآيات التي استدلوا بها في غير موضعها، إنما ذكر الله عز وجل ما أمر به من البر والقسط، والبر هو الإحسان إلى الخلق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يمكن أن تحسن إلى من تبغضه ومن تعاديه، وهذا أمر مشهود معلوم. كم أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أساء إليه ممن عاداه بالفعل، وهو يحسن ويمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة ابن أثال وهو لا يزال على كفره، وأطلقه مجانا، ومن على أخت عدي ابن حاتم وهي ما زالت على دين قومها، وأعطاها بعيرا ترحل إليه، ترحل عليه إلى أخيها وترجع إلى قومها، منة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء أن تصل أمها الكافرة، قال: صلي أمك. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لكن أين هذا من الود؟ أن أطعم إنسانا معناه أني أحبه؟ ما معناه أني لا أعاديه على دينه وملته، لا أبغضه على ملته؟ هذا أمر عجيب، لا لغة ولا شرعا ولا حسا. وكم من الناس يتعاملون بالإحسان وبينهم من التباغض ما بينهم. أمر ممكن أن أحسن إليه في المعاملة وأصله، وفي نفس الوقت أنا أبغضه وأعاديه. بل كان من ملوك المسلمين العادلين من يحسن إلى أعدائه وهم أسرى، وأحيانا وهم في ملكهم. صلاح الدين الأيوبي كان يحسن إلى ملوك الكفار ليظهر لهم محاسن الدين، وأحيانا كان يرسل إلى بعض ملوكهم المرضى من يعالجهم، كما يذكر ذلك في كتب التاريخ. هذا من باب الإحسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأسير الذي قال له: إني جائع، قال: هذه حاجتك. فهذا أمر معلوم مفهوم، هذا هو البر، الإحسان إلى الناس. لكن أن يستدل به على المودة التي نفاها الله في القرآن، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قضية مفروغ منها، كيف يدعي أحد الإيمان وهو يقول: أنا أود الكفار، بيني وبينهم كل ود، كل محبة، لم أتغير قط حين علمت كفرهم، نعوذ بالله. قضية المواطنة التي يدندنون حولها، أن تكون هي أساس المجتمع بدلا من أن يكون أساس المجتمع هو الدين، لابد أن تكون مفهومة لدينا. المواطنة معنى أن الكل ذوي وطن واحد فلا فرق بينهم، نعوذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال عز وجل: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا في المحيا يستوون ولا في الممات يستوون. وأما القوم الزنادقة المنافقون فيقولون بل يستوون في الحياة وفي الممات، والعياذ بالله، ساء ما يحكمون. لذلك قضية الروابط التي تربط بين الإنسان وبين أهله
وقومه وعشيرته، إنما تقتضي مزيد النصح، تقتضي مزيد الدعوة، البدء بهم في الدعوة إلى الله، لا تقتضي مودة ولا موالاة ولا طاعة ولا متابعة ولا تولية للأمور. لذلك من الخطر العظيم أن تستعمل لفظ أن يستعمل لفظ الأخوة الذي يراد به معاني المحبة والموالاة والمودة من نحو قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، في مقام الكلام على أهل الملل الأخرى. وإنما يستعمل لفظ الأخوة في الإنسانية في القومية في الوطنية إذا كان في مقام البيان والدعوة إلى الله والبدء بهم كما ذكرنا في أن يدعوا إلى الله عز وجل مع بيان العداوة التي لا تزول حتى ولو أحسننا، فضلا عن العدل. إن الله عز وجل أمرنا بالإحسان لمن لم يقاتلنا في الدين، والعدل، والعدل مشروع حتى مع من قاتلنا في الدين، نحن لا نظلم الذي يحاربنا في دين الله عز وجل، وإنما نعدل معه. البر يكون مع من لم يقاتلنا في الدين. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. البر والقسط تفعله مع الكافر غير المحارب. طب المحارب نفعل معه العدل. ما هو العدل الذي شرعه الله؟ ليس المساواة. المساواة بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق بين المتساويين ظلم. لابد أن نخالف بين ما خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما، ونسوي بين ما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما. أما أن نسوي بين الإيمان والكفر، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر، فهذا والله من أعظم الظلم، نسأل الله العافية. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا: نعبد أصناما، عبادة الأصنام التي أضلت كثيرا من البشر، وهي تتسلل إلى البشر بأسرع طريق، بداية من قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم إبراهيم، ولا تزال في الأمم قضية عبادة الأوثان وصناعة التماثيل التي قال إبراهيم عنها: ما هذه التماثيل؟ صناعة قديمة من أقدم ما عرفته البشرية، وآثار الأمم من قبلنا تدل على أنهم لم يحسنوا صناعة ما صنعه البشر في زماننا. لم توجد طائرات مثلا في الآثار القديمة، ولم توجد سيارات، وإنما ولدت تماثيل. الأمم عامتها تصنع التماثيل، وهذا موجود في الهنود وفي الرومان واليونان والفراعنة والعرب القدامى، ولم يزل هذا الأمر موجودا في الأمم، وهو بداية عبادة الأوثان. صناعة التماثيل بداية عبادة الأوثان، ثم يعني يعتقدون فيها العقائد، ينسجون حولها الخرافات، ثم بعد ذلك تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والصنم ما كان على شكل، والوثن أعم من الصنم. فالأوثان والأصنام بينهما يعني الأوثان أعم من الأصنام. فنظل لها عاكفين، يعني عندها. ضما العاكف معنى الملازم للشيء، ومنه الاعتكاف الذي هو لزوم المسرد. فهؤلاء عاكفون لها، أي عندها. لكن لما ضمن فعل عاكفين يعني خاضعين عابدين ذليلين، عداه باللام، نظل لها، بدل ما يقول عندها نظل لها عاكفين، لأنه بين ما ضمنه فعل أو لفظ عاكفين من معنى الخضوع والذل، فأصبحوا عاكفين لهذه الأصنام ملازمين لها. وهذا يدلك على خطر العكوف ملازمة مكان معين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن العكوف على قبر رجل صالح يجعله وثنا يعبد. العكوف والملازمة للتماثيل والأوثان والآثار القديمة التي ينسج حولها الخرافات
من أخطر ما يؤدي إلى عبادتها، نعوذ بالله من ذلك. بيّن إبراهيم عليه السلام من خلال أسئلة تثير التفكير لمن أراد أن يتدبر ويفكر في من يستحق أن يعبد، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فتبين بذلك أن كل داع لأحد على الغيب فهو يعبده من دون الله. إذن الدعاء هو العبادة، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ولابد في الإله المعبود أن يكون ممن يستجيب لداعيه. ولذلك تجد خرافات الخرافيين وضلالاتهم مبنية على أن آلهتهم وأوثانهم تستجيب لهم، يخترعون ذلك ويكذبون مع واقعة وقعت ابتلاء لهم 100 كذبة ليقنعوا من حولهم بأن عبادة هذه الآلهة هو الأمر المشروع. وإن كان كل متدبر يعلم العجز التام لهذه الأوثان، هو يراها أمامه ساكنة لا تتحرك، لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا إلا ما تتخيله النفوس المريضة والقلوب الميتة التي امتلأت بالخرافة والضلال، والعياذ بالله من ذلك. هو يراها أمامه لا تتحرك، هو يراها لا تصنع شيئا على الإطلاق، كما يرى صاحب القبر الذي يعكف عنده ذاك القبر وذاك الميت مات، ويقولون فلان مات في التاريخ الفلاني ودفن في هذه البقعة. لا قدرة لهم إلا على اختراع الحكايات والأساطير، لا يستطيعون شيئا، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. لذلك هل يسمعونكم بمعنى الاستجابة هنا، كما نقول في صلاتنا: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل له. فالسماع هنا سماع الإجابة، وهو في حقيقة الأمر أيضا ينفي عنهم سماع الحس، ليس عندهم سماع بمعنى إدراك الصوت ولا بمعنى الإجابة، فهم لا، هذه الأصنام لا تسمع ولا تجيب، لا تسمع صوت داعيها ولا تجيبه. ولذلك نقول أن السياق يقتضي هل يسمعونكم إن تدعون أنه في الإجابة، وهذا يشمل كل من دعي من دون الله لا يستطيع أن يجيب حتى ولو كان أسمع، لأن البعض قد ينازع في بعض مسائل عبادة الأوثان من أصحاب القبور فيقول أن الأموات يسمعون، مع أن سماع الأموات قد نفاه القرآن إلا بعض أنواع السماع، فالأصل عدم سماعهم إلا ما دل عليه الدليل، لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل أن أهل القبور لا يسمعون، إلا ما ورد الدليل بسماعه من نحو سماع المؤمنين السلام عليهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تعجبوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قليب بدر على سبيل المخاطبة، تعجبوا كيف تكلم أناسا قد جيفوا، فأصحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أنهم يسمعون ولكن لا يجيبون، فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فدل هذا على أن ما ورد به الخطاب فالأصل أنه لابد وأن يسمع، إذ لا يصح خطاب من لا يسمع. فهذا دليل على أن المؤمنين الذين في قبورهم يسمعون صيغة الخطاب إذا سلمت عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كل صيغة الخطاب هذه ورد بها دليل، فالأموات يسمعونها. وأما الكفار فيسمعون التبكيت أيضا: أبشروا بما يسوءكم، تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، ما مررت على قبر من عامري أو دوسي أو قرشي من مشرك، فقل: أرسلني محمد بالذي يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن خطاب الأموات الذي ورد مسلمين وكفارا
هو مما ورد به السماع، وما سوى ذلك لم يرد دليل عليه على سماعه، فالأصل أنهم لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون، قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا نفي سماع الحس عنهم كما أنه نفى الاستجابة، والله أعلم وأعلم. إذن هذه الآية يصح أن نواجه بها كل من يدعو أحدا من دون الله عز وجل لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية مما ينبغي أن يكثر الاستدلال بها على بطلان شرك المشركين ممن يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وقد قال إبراهيم أن كل من يدعونهم من دون الله عدو له إلا رب العالمين، فمن يستجيب له إذا دعاه؟ الله وحده لا شريك له. من الذي ينفع أو يضر؟ الله وحده لا شريك له. فقد قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لذا قوله تعالى هل يسمعونكم إذ، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، مما يصلح الاستدلال به على من يدعو الأموات من الصالحين أو من الجن أو يدعو الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى. فلو قال هم ينفعون أو يضرون كان مكذبا للقرآن، لأن الله قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما أقبح البدع المضلة التي يتعلق أصحابها بأناس صاروا تحت التراب يعتقدون فيهم المنافع والمضار، وأكثر ما تجد من في هؤلاء تجدهم في الرافضة والمتصوفة الذين يبالغون في الأئمة والأولياء ويزعمون أن لهم السلطان في الضر والنفع تكذيبا للقرآن العظيم. إبراهيم جعل هذه الأسئلة دالة على توحيد الله، فكيف تجعلونها ليس فيها دلالة إذا كان يمكن أن يستجيب الغائب لمن دعاه، وإذا كان ينفع ويضر تعتقد فيه أنه يستجيب لك حين تطلب منه المدد، وتعتقد أنه ينفع ويضر، تعتقد أنه يشفي المرضى، بل يعتقد هؤلاء الرافضة والعياذ بالله الشيعة أن لأئمتهم سلطانا على كل ذرة من ذرة الوجود، كل ذرة من ذرة الكون. قارن بين هذه الاعتقادات المنصوص عليها في كتبهم وبين القرآن العظيم وبين ما قال إبراهيم عليه السلام، بين الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وقارن بين من يقولون بأن الكون مقسم بين أربعة أقطاب بين وسبعة أبدال وغير ذلك ممن يقسمون العالم على سلاطين الوهم والخرافة، ربع للبدوي وربع للدسوقي وربع للقناوي وربع للجيلاني وغير ذلك. فهؤلاء الأرباع وهؤلاء الأقطاب كما يزعمون، وبعضهم يجعل أحدهم القطب الأكبر والكبريت الأحمر، ولا كل هذه الكلمات السخيفة أنهم يعتقدون هذه الأوصاف، قارن بينها وبين ما تضمنه القرآن من إفراد الله وحده لا شريك له بالدعاء، وإفراده سبحانه وتعالى بالقدرة على الإجابة، هو سبحانه الذي يجيب على الغيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. تأمل وسوف تجد الإجابة قاطعة، هذا هو التوحيد، أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه والله. هؤلاء عند الاضطرار يقولون أغيثنا يا سيدي فلان مدد يا رسول الله، ويجعلون ذلك هو من علامة الحب، خصوصا في أيام المولد وشهر المولد الذي يجعلونه شهرا لنشر ضلالاتهم والعياذ بالله،
وكم من مشارك في مثل هذه المناسبات يعني زعم المحبة أو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما أياما لم يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعبأ بها مثل يوم الثاني عشر هذا، فضلا أنهم في مثل هذه الأيام يتلون البردة بما فيها حينما يقول له قائلها: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا كانت الدنيا وضرتها الآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي لله، وإذا كان من علومه علم اللوح والقلم فماذا يكون من علم الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية. ذاك خطر عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يقول الله له: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول لجبريل عليه السلام حين أسأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أمراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الساعة. ومع ذلك كله يوجد من يقول: بل يعلم علم الساعة يقينا ويلزم، ولكن تواضعا لا يخبر بذلك. الخرافة المولودة في هذه المناهج تنابذ صريح القرآن. لذلك حاجتنا ليس إلى كثرة المجادلات في مسائل فرعية مع هؤلاء، إنما في هدم أصل دينهم الباطل بآيات القرآن العظيم. ولذلك نقول هذه العقيدة التي فيها الغلو مصادمة لنصوص القرآن. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قوم إبراهيم كانوا صرحاء في الاعتراف بالحقيقة وعدم المجادلة فيها، فلذلك قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم، نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يجيبون، ولكن وجدنا الآباء كذلك. العقل يقتضي هذه الإجابة، أعني بل. قالوا بل، يعني نعم أقررنا بما تقول، ولكن وجدنا آباءنا كذلك. أعني بالجزء الأول منها، ليس أن العقل يقتضي التقليد الأعمى، ولكن يقتضي أن يقر بأن هذه لا تنفع ولا تضر، بدلا من هؤلاء الذين يجادلون في ذلك ويقولون: بل الصالحون ينفعون أو يضرون، ويقولون أن القبور، القبر الفلاني، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه والعياذ بالله. وتصور أن هناك بعد أن انهدمت هذه العقائد انهداما هدما تاما، إذا بالناس يوجد فيه من يحاول إحياءها ويقولون: فعلا من اعتقد في حجر لنفعه. قرأت تحقيقا يعني صحفيا عن أحد أقطاب الصوفية في الشرقية، الطريقة صاحب الطريقة الخليلية، وأن هؤلاء يعني كيف يتلمس الناس مجرد لمسة من لمساتي. وأقول هذا في زماننا، تعجبت والله. لكن قالوا أن كل يوم اثنين يحضر فيه هذا الرجل إلى بلدته في الشرقية، يعني يحصل له يعني جمع غفير كلهم يريد أن يلتمس نظرة ويلتمس بركة من بركاته، لمسة من لمساته، وحوله من يخترعون القصص العجيبة في أنه كيف يطلب منه المدد فيجيب، وكيف يفرج الكروبات ونحو ذلك. وهم يؤكدون على معنى من اعتقد في حجر لنفعه والعياذ بالله. كل هذا الضلال الذي يريد هدم ما بني على يعني نصوص الكتاب والسنة من العقيدة السوية، يريدون بناء العقيدة على الخرافة والخزعبلات والضلالات. قوم إبراهيم كانوا أصرح منهم في أن آلهتهم لا تسمع حين الدعاء ولا تنفع ولا تضر، وإنما التقليد الأعمى هو الذي دفعهم إلى ذلك. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ليسوا ينفعون ولا يضرون، ولكن هذا معنى بل، ولكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قضية التقليد أخطر مسألة، حين تترك الأدلة العقلية والنقلية ويتبع الآباء على فعلهم.
ويتبع الشيوخ والمقدمون ويتبع السادة والكبراء. قضية التقليد الأعمى عداوة الأنبياء لها عداوة أصلية، الذي دفع أبا طالب إلى الموت على الكفر كان هو التقليد، عندما قال هو على ملة عبد المطلب، عندما ناظره، عندما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ التقليد، والعياذ بالله. إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك الصحوة والعودة إلى دين الله ارتبطت ارتباطا وثيقا بقضية الدليل، بقضية قال الله قال الرسول، وليس صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أن الشيخ الفلاني قد فعل، أو أن آباءنا قد فعلوا، أو أن أجدادنا كذلك، أو أن الناس كلهم على هذا الطريق. هل يمكن أن تكونوا أنتم وحدكم على الحق وكل هؤلاء الناس على الباطل؟ طلعنا لقينا الناس كده، والعياذ بالله. هذا كله من ميراث الجهالة والضلالة. لابد وأن نحارب التقليد الأعمى، حتى ولو كان لشيوخ الحق، حتى ولو كان لأناس هم على الحق. سؤال أهل العلم عن الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسألهم عن ماذا؟ عن الذكر، عن قال الله وقال الرسول، لنتعلم ذلك. الكتاب والسنة ميسران، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف يكون الذكر الميسر صعبا على الناس، وتكون عقد الكلام، تكون الغاز والأحاجي هي الميسرة على الناس، إلا لكون الشيطان يريد قطع العلاقة بين الناس وبين الوحي المنزل، حتى يقال لهم لا تستدلوا، إياكم والأدلة، ما لكم والدليل، أنتم تفهمون، هل تفهم أنت الدليل؟ أنت لا تعرف كيف أصول الفقه وكيف مصطلح الحديث وكيف وكيف وكيف، ليمنعهم من الاستدلال. هل يحتاج الأمر في كثير من القضايا إلا لمجرد بيان معاني القرآن لمن كان يعني لا يحسن فهم اللغة العربية؟ ومن كان يحسنها فهل يحتاج الأمر إلا لبيان الآيات؟ كما قال عز وجل لا ينفع، قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أي شيء أوضح من ذلك دلالة؟ ومن أضل ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كلام واضح وبين، لا يحتاج إلا لمجرد تلاوته وبيانه على الناس، ليستيقظ من كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذه هي المفاصلة، القضية الخطيرة، قضية المعاداة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، تحتمل أن يكون استثناء متصلا، بمعنى أنهم كانوا يعبدون الأوثان مع عبادتهم لله عز وجل، فيكون الاستثناء متصلا، فاستثنى من المعبودين الذين يعبدونهم ربه. ويحتمل أن يكونوا يعبدون الأوثان فقط على ظاهر الآية، لأنهم قالوا نعبد أصناما، لم يقولوا نعبد الله مع الأصنام، نعبد أصناما مع الله، وإنما قالوا نعبد أصناما، فيكون الاستثناء منقطعا، بمعنى فإنهم عدو لي لكني أعبد رب العالمين، لكني أوالي رب العالمين. وهذا أقرب، والله أعلم وأعلم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن النمرود أنه كان معاندا ينكر وجود الله سبحانه، قال أنا أحيي وأميت. هذا يدلك على أنه يعارض في وجود الله سبحانه وتعالى، ويعني يجحد هذا الأمر من أصله. فعبادة الكواكب عند قوم إبراهيم وعبادة الأوثان التي تمثلها، لأن الأصنام عندهم عبارة عن رموز للكواكب المعبودة، فهذا يدل على ما كانوا عليه من يعني الشرك بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولا يقرون بعبادة الله وحده لا شريك له.
وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك. كيف يكون شركا وهم لا يعبدون الله لا يجعلون كنا مشاركة؟ نقول لأنهم مخلوقون لله شاءوا أم أرادوا، يعبدون الله كرها، فعندما جعلوا عبادتهم الطوعية لغير الله صاروا مشركين. يعبدون الله كرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وجعلوا سجودهم الطوعي وعبادتهم الطوعية لغير الله فصاروا مشركين والعياذ بالله. كما ذكرنا ابتدأ إبراهيم هذه العداوة وأعلنها وسمى آلهتهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. لم يحاول أن يداهن في هذه المسألة، لم يقل لهم أنا إنما أريد أن أحسن الصورة مثلا، لا أريد أن أنهاكم عما أنتم عليه، إنما أريد أن أضيف إلى ذلك شيئا من الحق، أو أنني لا أريد أن أسفه آباءكم، بل قال أنتم وآباؤكم الأقدمون. فهو يعلم ما يعبدونه هم وآباؤهم، وأعلن العداوة لهم جميعا. وهو كما ذكر ابن كثير رحمه الله إنما يقول ذلك متبرئا من آلهتهم، يعني مبينا عجز هذه الأوثان والآلهة عن أن تخلص إليه بشيء من السوء والشر، لأنه قال أي إن كانت هذه الأصنام شيئا لها ولها تأثير وتقدر فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها، لا أبالي بها ولا أفكر فيها. الكفر بالطاغوت، بغض الطاغوت، إعلان العداوة للطاغوت، هذا الأمر العظيم الأهمية الذي يفتقده كثير من الدعاة ومن المسلمين في زماننا بسبب التلبيس الذي يقع بدرجات متفاوتة. لا أعني أنهم قد أقروا بالطاغوت إجمالا لا، لكن نقول درجات البراءة من الطاغوت، درجات الكفر بالطاغوت يعني لابد وأن تكون تامة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لابد أن نعلن البراءة من كل ما يعبد من دون الله، ليس زمالة الأديان ولا مساواة الملل ولا أن الكل يعبد إلها واحدا على ما هو عليه، أن ما يعبدونه هو الذي نعبده، لا. معنى قوله تعالى وإلهنا وإلهكم واحد يعني المستحق للعبادة واحد، وليس أننا على ما أنتم عليه نعبد إلها واحد، لسنا أن وأنتم على ما أنتم عليه نعبد إلها واحدة، بل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. البراءة من الشرك وأهله، أنا تبرأ من كل ملة غير ملة الإسلام، قضية في الحقيقة من أوضح ما يمكن، ومع ذلك صارت في زماننا بسبب التلبيس وسبب التشويه وسبب كتمان الحق من أناس وجب عليهم أن يقولوا الحق وأن يقولوا للناس إن الدين عند الله الإسلام، وأن يقولوا لهم قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقولون إن هؤلاء الوهابيين يعني يهددون الوحدة الوطنية، لماذا؟ لأنهم يقولون نصوص الآيات. عجبا والله، قرأت أعاجيب خلال هذا الأسبوع، قرأت من يعني ينتقد أننا نقول ما قال الله في كتابه سبحانه وتعالى من كفر اليهود والنصارى ومن وجوب مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية عن وهم صغيرون. عجب، ينسب إلى الصوفية وإلى العلمانيين والشيوعيين، الكل يقول نفس الكلام بالضبط وينتقد ويتهم بأننا نقول الآيات. وهذا والله أمر يعني يدلك على مدى المخططات في هذه القضية التي يراد لأهل الإسلام فيها أن تتميع المسائل وأن ينحرف المسلمون فيها، مؤتمرات حوارات الأديان وغير ذلك مما يروج له الآن كثيرا، ويزعمون أننا أمرنا بمجادلتهم بالتي أحسن. هذا أنت تجادلهم بالتي أحسن عندما تتحاور معهم تدعوهم إلى الإسلام؟ هذا الجدال بالتي أحسن، عندما تدعوهم إلى الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، هل أنت تدعوهم إلى ذلك أم أنت تسمح لكل كبير منهم بأن يعرض كفره وضلاله ثم تصفق له بعد ذلك؟
وتخرج بمحاولة البحث عن القدر المشترك والسكوت عن القدر المختلف فيه. ويقال أن جوهر الأديان واحد، وأن حقيقتها واحدة، وأن العبرة بالأعمال. أي أعمال؟ عبادة الله كعبادة غيره؟ عندما يقال العبرة بالأعمال، وأين العقائد؟ وأين الإيمان؟ وأين الكفر؟ وأين ادعاء اتخاذ الرب صاحبة وولدا؟ وأين تكذيب الأنبياء؟ وأين الكفر بالكتب المنزلة؟ وأين معاداة الملائكة؟ أين كل ذلك عندما يقال للناس أن العبرة بالأعمال، وأن الجنة والنار يوم القيامة سوف تكون من نصيب اليهود والنصارى كالمسلمين معا طالما اتقوا الله؟ كيف يتقون الله وهم لا يتقون الشرك وهم يعبدون غيره والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. وكيف يقال بأن يثاب الإنسان على بناء معابد يعبد فيها غير الله، ويتمدح أناس بأنهم رأوا في بعض البلاد معابد لغير الله عز وجل بنتها لهم الحكومة لأنهم يدفعون الضرائب؟ أصبحت الجزية أولا مستنكرة لأن الناس يدفعون الضرائب، ثم هذه الضرائب يبنى بها معابد لغير الله يعبد فيها غير الله عز وجل، ويقولون أن ذلك مما يتقرب به الله. اللي نذر أو اللي هو تبرع لبناء كنيسة كالذي تبرع لبناء مسجد، ابني مساجد وابني كنيسة بعد كده والعياذ بالله. يعبدون الله يقولون ذلك وهم يعلمون يقينا ما قال الله فيهم، يحفظون القرآن من أوله إلى آخره، يعلمون قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يقولوا يعلمون قول الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد رئتم شيئا إدا. يعلمون قول الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعلمون قول الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يؤفكوا. يعلمون أنهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، يعلمون أنهم يقولون بالثالوث المقدس، يعلمون ذلك، يعلمون أنهم يقولون بصلب المسيح الإله المتجسد من أجل في فداء خطايا البشر، أنه إنما جاء ليخلصنا من الخطيئة، ومن لم يقبله لم يكن مقبولا عند الله. ويعلمون تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن العظيم، ولا يقولون أنه دين سماوي أصل حتى مع التخير بينه وبين غيره. يقول لك لا، ده دين مخترع، ابتداء الإسلام دين مخترع، ومع ذلك تسمع كل الذي يقال. أين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نسأل الله العافية. طب هل نقول ذلك اليهود والنصارى هم يعبدون الله؟ نقول نحن أو أنهم يعبدون المسيح، نحن نعادي المسيح؟ نقول في حقيقة الأمر نحن نعادي من أمرهم بعبادة المسيح. عبادتهم للمسيح في الحقيقة إنما يعبدون الطواغيت والشياطين التي أمرتهم بعبادة المسيح. ولذلك إذا قيل يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يتبع اليهود شيطان عزير، ويتبع النصارى شيطان المسيح، شيطان عزير شيطانا على صورة المسيح، يصور الله لهم شيطانا على صورة المسيح يتبعون، لا يتبعون المسيح حقيقة. لأنهم إذا قيل لهم: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيؤتى النصارى واليهود فيقالوا: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ألا تريدون؟ فيقال: عطشنا. فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. يقال للنصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ماذا تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. لذلك نقول نحن نعادي من أمرهم بعبادة المسيح وعبادة عزير، نعادي من أمرهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعادي المسيح. المسيح منا، المسيح مسلم من المسلمين، وهو من أمة الإسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاعبدون. فنحن أتباع المسيح حقا، ونحن أتباع موسى حقا، ونحن أتباع عزير، ونحن أتباع كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن إنما نعادي من أشرك بالله ومن دعا إلى الشرك من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وكذلك نعادي الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وهي راضية، أو ما كان من الأوثان التي يعني اتخذها عابدوها كذلك، وهي تجعل معهم في النار تبكيتا لأصحابها. بعد يقول طب وإيه ذنب الحجارة؟ والحجارة أصلا مش حاجة، ده إهانة لعابديها، وإلا فهي لا تشعر بالنار. يعني الناس بقى تقول طب والغاز ذنبه إيه عشان بيولع بالنار، والخشب ذنبه إيه؟ مش ذنب أساسا، ده الذنب إنما هذا يكون عقوبة، والألم إنما يكون عقوبة لمن يشعر بالإنس والجن والكائنات الحية. أما هذه الأشياء فإنما توضع في النار إهانة لعابديها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حكم المحبة الطبيعية الفطرية للكفار، إذا كان هناك صلة قرابة فإن الإنسان مفطور على يعني هذه العلاقة بين الأب والأم والولد، وكذلك مع الزوجة إذا كان متزوجا لامرأة من أهل الكتاب كافرة، وكذلك لو أنه نظر إلى صورة حسنة ومفطور على حب ذلك. هذا الأمر مع كمال البغض القلبي على الدين فهذا لا يذم، وينصرف هذا الحب إلى حب الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحب النبي هداية عمه أبي طالب، وأما الشفقة وما يعني الرحمة التي تكون في القلب فهذا أمر طبيعي فطري. كيف أحقق كره غير المحاربين بل ومن يحسن إليه من الكفار؟ تستحضر ما عليه من مسبة الله عز وجل، ومن الطعن في التوحيد، ومن التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فسوف تجد تلقائيا بغض هؤلاء. وأما الأمور الأخرى الطبيعية فلا يجوز أن تطغى حتى تغلب على القلب. يقول أبي لا يصلي ودعوته كثيرا ولكن لم يستجب، ماذا أفعل؟ كرر الدعوة وكرر الدعاء واجتهد في أن تدعو له الله عز وجل، نسأل الله أن يهديه. رجل يقول إن قصة أيوب عليه السلام من مرض عن مرضه الشديد قصة كاذبة، دليل أن الله لا يرسل رسولا أعرج أو رسولا ينفر الناس منه. هذا كلام لا يجوز، التفاصيل إنما هي موجودة في الإسرائيليات فعلا. أما أنه قد مسه الضر فقد مسه الضر بلا شك، الآية تدل على أنه أصابه مرض عظيم، وأنه كان يعني أصابه هذا ابتلاء من الله عز وجل. وما المانع أن يمرض النبي والرسول ويكون ذلك آية وقدوة في الصبر ثم يعافيه الله سبحانه وتعالى؟ فمسألة أن الله لا يرسل رسولا أعرج، من أين أتى بهذا الكلام؟ هذا كلام منكر، والله أعلم وأعلم. وأما نفرة الناس من مجرد الشكل فكما ذكرنا أن هذا ليس بمعتبر، لأن لابد أن يقبل الحق ممن جاء به. بما أن المسلم الفاسق يحب من وجهه ويبغض من وجهه، ما هي العلامات التي أعرف وتحقق من أني أحب هذا الفاسق من وجهه ويبغض من وجهه؟ انظر إلى حاله حين يفعل المنكر، هل أنت ترضى به كذلك أم تبغضه على ذلك؟ حاله حين يتكلم بالفحش والبذاء ويفعل المحرم، تبغضه على ذلك أم لا؟ استحضر صورته ويفعل فسوف تجد الكراهية لذلك، فأنت على هذا تبغضه في هذا الأمر. وأما من نطقه بالشهادة فأنت تحب كل من نطق بشهادة التوحيد. هل زيارة قبور الصالحين كالشافعي وغيره من العلماء فيها مخالفة؟ أولا، هذه القبور إذا زارها المؤمن الزيارة الشرعية دون أن يشد الرحال إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، ولكن إذا كنت بجوار قبر بعض الصالحين كالشافعي أو غيره فزرته قائلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فمثل هذا لا يمنع، وهذا مشروع ومستحب.
وإذا وجدت من يدعو غير الله أنكرت عليه، مع أن رفع القبور بهذه الطريقة وجود المقام مما ينهى عنه الشافعي وغيره. هل يجوز قول لولا رسول الله ما هدينا؟ الصحابة قالوا والله لولا الله ما اهتدينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله لهدايتنا، فله الحمد سبحانه وتعالى، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل. ناس يقولون إن الدنيا خلقت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. نقول قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن أين أن الدنيا خلقت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام في كتاب الله، هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم خلق ليعبد الله وليدعو إلى عبادة الله، وأرسل ليعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، فمن أين لكم بهذا الكلام؟ هذا الكلام الذي هو افتراء على الله عز وجل. ما تقولون على الله عز وجل بغير علم؟ لماذا تتكلمون ما لا على الله ما لا تعلمون؟ بعضهم يقول أول شيء خلقت هو روح النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ حاجات المولد كلها، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله نقل الاختلاف بين السلف على أن العرش أو القلم هو أول مخلوق، وزاد ابن حجر أو الماء، فالخلاف في هذه المخلوقات الثلاثة، وليس فيها روح النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري أول شيء خلق ربك نور نبيك يا جابر؟ أحاديث باطلة موضوعة. أول خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، أعلاهم منزلة نعم، خير الخليقة على الإطلاق نعم، لكن ليس أول خلق الله عز وجل زمانا. شاب رفعت من عليه وصاية أمي منذ شهرين، علم أن أباه قد وضع له في البنك الأهلي منذ 10 سنين قبل أن يتوفى مبلغ 50,000 جنيه، نما حتى بلغ 100,000، يريد أن يشتري شقة، هل يجوز أن يشتري بهذا المال أم ماذا يفعل؟ هو له 50,000 والخمسين الأخرى ينفقها في مصالح المسلمين. إن وجد وإن شاء الله يجد، ولو شقة متواضعة ب50,000 أنفع له من أن يضع هذا المال كله يظل يتحمل وزره، نسأل الله العافية. هذا المال الربوي وإن لم يكن هو الذي اختار ذلك، لكن هذا لا يستحق عقد الربا، كما أنه محرم فهو باطل، وبالتالي لا ينتقل الملك ولو كان الإنسان غير مكلف، لأنه غير قادر وعاجز عن التغيير، وهم الذين صنعوا، لكن كما ذكرنا هو باطل، لم ينتقل ملك هذه الفوائد الربوية إلى ذمته، فلا يستحقها، هي تحت يده ليست ملكا له، ينفقها في مصالح المسلمين تخلصا منها. امرأة لها حساب في البنك المصري كل فترة تضع فيه مالا، عرفش البنك المصري ده فين، وتالي الأهلي، في نفس الوقت يزداد المال الموجود أرباحا وفوائد، لا تعلم بالتحديد المال الذي وضعته بنفسها، تقعد تطلب الحساب من البنك، والبنك ممكن يجيب لها على أقل إلى عدد معين من السنوات، وتنظر في الدفتر إذا كان دفتر توفير بيتكتب فيه انه وضعت في الوقت الفلاني كذا، سحبت في الوقت الفلاني كذا، جالها ارباح كذا، يمكن ان تحصل على ذلك من البنك، والا فبالتحري والتقريب، هي بتكسب كم تقريبا في الشهر، هي جالها اموال قد ايه، تقعد تتحرى حتى تحسب اصل راس المال، ويجب ان تتخلص من الفوائد. يقول ربح الدولار ضعيف، صحيح، احسب انت الفايده على قد ربح الدولار، الدولار بيربحوا دلوقتي 1.25% و 1.5% في السنة، احسبها على ذلك. خطك رفيع. عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، خط خطا مربعا، وخط خطا خارجا منه، برر بدا، وخط خططا صغارا إلى جانب الذي هذا في الوسط. قال هذا الإنسان وهذا أجله، أجله أو محيط به وهو كده، واللي طالع بره ده هذا الخارج أمله، دايما أمله أكتر من إيه؟
من أجله بره بيحلم باللي كتير، بيحلم بسنة 2060 و2070 و2080 وعمال يخطط لمئة سنة قدام، ونسأل الله العافية، وعايز يشوف أحفاد أحفاده، نسأل الله العافية. وهذه الخطط الصغار الأعراض، خطوط كده صغيرة جنب كده، إن أخطأه هذا نهشه هذا، هذه أعراض يعني أسباب التي يأتي عليها إيه أجله، مش كده؟ مش الأجل ده محيط بيه؟ فواحد من الخطط دي هي إيه؟ يعني النهارده كان في حادثة، النهارده كان في وقعة، النهارده كان في واحد هيموت، النهارده كان في، لغاية ما جه واحد وإيه؟ وأصابه. جه واحد على الأجل، الله المستعان. فهمتها ولا لسه؟ بيترسم كده، هذا الإنسان هذا أجله، قد أحاط به والخارج أمله، آدي الإنسان جوه، جوه أجله، وهذا الخارج منها أمله، والخطط الصغار جوه وبره كده. فهمتوا خلاص؟ في السنة طبعا. هل ثبت في أي الأحاديث الصحيحة أن سيدنا أبو بكر لدغه ثعبان وهو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الشيخ قالها في خطبة قد كده. ماشي. حكم استخدام المسبحة. بيقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة تسبح بالحصى ولم ينكر عليها؟ دي عن غير عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. وعلى أي الأحوال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن حديث سيرة بنت ياسر أمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل وقال إنهن مستنطقات. فالأفضل أن يسبح على يده. والسبحة المسبحة منهم من يقول هي بدعة، ومنهم من يقول هي خلاف الأولى، ومنهم من يقول مصلحة، وأنا أقول هي خلاف الأولى. يعمل كهربائي سيليزيون، إيه سيليزيون ده؟ منازل منشآت، يطلب أن يعمل لهم برائز دش ونت في المنشآت، يفعل مع النصيحة، لأن دلوقتي النت يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام حتى التلفزيون. فهو ينصحهم بأن لا يستعملوا إلا القنوات الإسلامية والمواقع الإسلامية، ولا يستعمله في الحرام، وطالما أنه أمكن استعماله في الحلال والحرام فليفعل. سمعت فتوى من فضيلة الشيخ العثيمين بتحليل استعمال الخنزير في التداوي للمنفعة، أنا أشك في صحة ذلك. أنت سمعتها؟ الذي يعني الخنزير لم يجعل الله عز وجل فيه شفاء، هو نجس، ثم كيف يستعمل في الاستشفاء وهناك البدائل الكثيرة؟ لا نحتاج إلى شحمه، ولا نحتاج إلى دونه، ولا نحتاج إلى شيء منه. يقول ما واجبنا بعد أن استوعبنا الدرس؟ الحمد لله استوعبنا الدرس، واجبنا كطلبة علم، واجبنا أن نبلغه للناس، أن نذاكر أدلته جيدا، وأن نبلغ ذلك للناس، لأن الوقت الحالي هو وقت محاولة طمس الـ يعني قضية التوحيد والإتيان بالقضايا الـ الباطلة وقضايا الخرافات. منهج أهل السنة هو الذي يريد أعداء الإسلام هدمه، فلا بد أولا أن يكون هناك استيعاب بالأدلة بالنصوص الواضحة. تمسك كتاب التوحيد كده الشيخ محمد عبد الوهاب، تحفظ الآيات اللي فيه، وتحفظ الأحاديث الواردة، حتى تستطيع أن تكون مبلغا للحق كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما جاءت فرصة لبلاغ الحق للناس استغللت ذلك في خطبة، في درس، في حوار، في مناقشة، في إرشاد زائغ، في تحذير من مبتدع الآتي على بلادنا أشد، خصوصا مع الغزو الفكري الشيعي وما يعد من يعني خزعبلات يمهد لها الصوفية بمحاربة دعوة الحق. أمريكا ترعى الصوفية والشيعة دائما، الأمريكان بعتوا مندوب أو أظن السفير كمان مش عارف لحضور احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي، بيحضروا مولد البدوي ويحضروا مولد النبي. السفارة الأمريكية بلا تمثيل رسمي في ذلك. فرض عقوبات على إيران تلميع. التحالفات موجودة على أرض الواقع. العراق مين اللي ماسكها؟ أفغانستان وباكستان مين اللي ماسكها؟ أنا مش فاهم صراحة عقوبتي. وبعدين عارفين إن العقوبات مش هتجيب حاجة، بس عشان يبينوا للمخدوعين
ويمكن عقوبات ماشي، بس مش هتعمل حاجه غير عقوبات غير مؤثره. لما يفكوا التحالفات بتاعتهم اللي فيها منافع حقيقيه يبقى بنشوف الكلام، لكن كله في الحقيقه لالتهام الدول الهامشيه. ربنا يستر. سبحانك.